الإقامة الجامعية 2000 سرير هي واحدة من الهياكل التي تقدم خدماتها بتسخير كافة الإمكانات لضمان تكفل أمثل بالطلبة. إقامة تعتبر إقامة جديدة، يعني صنعها الأول، يعني هي ما شاء الله إقامة تعتبر فيها جميع الخدمات، يعني المكهي، الأمن متوفر، كل شيء ما شاء الله. المرحلة اللي يفوت فيها الطالب في الجامعة ويتخرج لازم يكون طالب يعني كل الظروف مهيئة له باش يقدم. نتمنوا انها تكون اصلاحات نافعة وتساعد الطلبة تاعنا الجامعيين. قرار الاصلاح الشامل للخدمات الجامعية حظي بتثمين من طرف الطلبة والقائمين على القطاع. كطلبة مقيمين نثمنوا كل التثمين، خاصة انه يمس قطاع جد حساس ولا يعني مشاكل عدة يعني منذ عدة سنوات. نتمنى يعني الطرح هذا يكون مبني على حوار وتشاركية جميع الفاعلين في هذا القطاع. راح يكون انعكاسات إيجابية ماهيش سلبية، راح تكون حاجة مليحة لنا حنايا كطالبات. نسعى لتحسين ظروف معيش الطالب من خلال تقديم خدمة أسمى. تحسين ظروف إطعام إيواء ونقل الطلبة سيكون له الأثر الإيجابي على التكوين العالي.